هنا بقى الملوخية، حطيت شوية الشوربة قليلين حوالي كوباية كبيرة. الملوخية لو هي مجمدة حلوها شوية، سيبوها تفك. خلاص هاخدها، دول تقريبا كيسين ملوخية، عشان ايه ابقى صريحة، دول كيسين ملوخية فكت، هحطها كده زي الملوخية الطبيعية ماشي، وزي ما بنعمل الناشفة لما بنبلها بشوية الشوربة عشان نديها ننزل مقادير الملوخية قوي. عندنا ملوخية لو دي اللي هي الأكياس، عندي مرق، طبعا المرق ده مرق فراخ مسلوقة او مرق لحمة اللي انتوا عايزينه، مرق أرانب، مرق بط، اللي انتوا عايزينه. عندي توم مفروم، كزبرة جافة، وسمن، ده عشان طشة الملوخية. كده الملوخية عندي بصوا تقيلة، تعالوا بقى نبدأ نزود عليها الايه الشوربة عشان ترجعوا تشوفوا القوام عامل ازاي. انا هنا اللي بتحكم في نسبة الشوربة وليست الشوربة هي اللي بتتحكم فيا. خلاص هحط بس من الناحية دي شوية كده، بسم الله، نص كوباية كمان وأقلب. خلاص اهو، خليني بقى احطها هنا عشان حضراتكم تشوفوها. معلش هنقل دي، شايفيني كده كويس معاكم اهي. انا اسفه النار هنا مش شغاله، معلش اكتشفت ده متاخر كده. خدي بس الحته دي و شيل دي بس بسرعه. بصوا بقى تقيله وجميله ازاي، فكوا الاكياس خليها تطلع بره، حطيها في بوله وسيبيها. طب هنفترض وحش ان حضرتك مستعجله جدا وحضرتك يعني ايه خلاص طلعتيها من الفريزر وعايزه تعمليها، هي بتبقى كيس جواه كيس متغلف فيه الملوخيه، هنشيل الكيس اللي بره ده نرميه، هيتبقى الكيس اللي جوه هنحطه تحت الميه شويه، الميه البارده نسيبه بس ايه يعني يهدى كده على نفسه 10 دقائق ولا 5 دقائق، وبعدين ابدا اقص الكيس وانزلها جوه الشوربه دي واقفل الحله واهدي النار خالص كاني بعمل رز. خلاص حط بقى هنا السمنه، خليني عشان اشغل اللي هي الطشه. عندي سمنه هنا كمان حلوه. وعندي الثوم المفروم. بصوا بقى الملوخيه تدفى، ما نخليهاش تغلي، هي اول غلوه وخلاص، ما تغطيهاش على طول، سيبي الغطا موارب كده بعد ما نعمل الطش اهي. وهبدا احط هنا الثوم المفروم، بسم الله الرحمن الرحيم. هم قاعدين كده عشان تقولي لي كده انا بس عايزه اقعد، يعني انت قاعده هنا عشان تبلغيني انت القرار ده يوميا مثلا بيضحك المخرج، بيضحك، سلمك تسليم اهالي. اه والله يخليكي تظهري دايما في الحاجات اللي يا نودي يعني يا فندم انا بحكي للجمهور اهو، بقول لهم هم بيقولوا لي يلا عشان الوقت خلص، فبقول لهم يعني انت كل يوم يا شيكو يجي يحطوكي عشان تقولي لي انت الكلمتين دول، والمخرج بيضحك، هو مش عايز يقول لي كده، هو مش عايز يزعلني، هو عايز اكمل قولي لها وقت الجد بيضحك اهو حاضر حاضر من عيني. خلاص هقفل كده، ادي الطشه تبقى ناعمه وحلوه، ما حاجه الشهقه بقى بتاعت الملوخيه. طبعا الخضرة بتبقى روعه، هنعملها بنفس الطريقه بنفس الطريقه. بصوا عايزينها بقى اخف من كده سنه براحتكم، بس انتوا تتحكموا. خلاص لا مش هتغمق حبيبتي، معلش معلش معلش، لا وخلي بالكم من حاجه، خدوا بالكم من حاجه مهمه قوي. مش كل انواع الملوخيه اللي انتوا تشتروها المجمده كويسه، دي حاجه. الحاجه الثانيه الناس تحط بيكربوناته عشان ما تفضل بتحافظ على الخضار، لا مش شرط على فكره، لا بالعكس تبقى خضره وروعه وتقعد يومين في التلاجة تفضل خضره برضه. كده واجيب بس جاهز طبق الملوخيه اهو، ماشي
حالا. بيشهقوا هما ليا للملوخيه. يعني اقول للناس طيب. كده ناخد الطبق انهي ده المراب. ممكن ده يمشي والله الحال وهيجراش ايه كده. يلا مستعدين؟ حلوه كده. كده اخد بس ايه. لا دينو خليني. ايوه هاخد شويه كده بقيت اللي في الطاسه. خلاص هرفع من على النار احطها هنا وهنصبها دلوقتي حالا. وتعالوا نطلع ال عايزه بس اطلع ده اجيب واحده كده سباتشولا يجوز دي تبقى انعم عليه. صفي الشربات بينادي ان استنى كده. يلا هيجي ورا يقول يا يعني احنا عنينا ليك يا استاذ ربي والله. اتفضلوا مش هزين بحاجه لان هو محشي حاجات لطيفه وانا مش عايزه ايه اجي ناحيه شكله. طيب هبدا كده الملوخيه بسم الله كده. يلا بسم الله. تمام وهناخد الملوخية بسم الله الرحمن الرحيم.